السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في تقرير جديد من One Financial Markets في دبي. اليوم الاثنين 21 مايو 2018. طبعا أبرز ما حصل خلال عطلة نهاية الأسبوع هو زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني كما تحدثنا في تقارير ماضية للولايات المتحدة، وطبعا تمخض عنه موضوع مهم جدا وهو تعليق الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. طبعا هذا الشيء في طبيعة الحال إيجابي جاء على أسواق الأسهم بشكل عام، وبدأت ردود الفعل في الأسواق الآسيوية والأوروبية حاليا، ونوعا ما إيجابية على عقود المستقبلية في الأسواق الأمريكية أو للجلسة الأمريكية. ولكن مع نفس الوقت طبعا جاء ذلك سلبيا على تداولات الذهب بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك ننتظر اليوم اجتماع لأعضاء الدول المنتجة للنفط في أوبك، وماذا سيتمخض عنه بشكل عام. طبعا هذا الموضوع مهم جدا للمتداولين في أسواق الطاقة وخاصة عقود النفط الخام. نعم، جولة على الأسواق المالية، ونبدأ في العملات العالمية. واليورو طبعا يستمر في الهبوط بشكل كبير، ونتداول حاليا عند 1.1727 مقابل الدولار الأمريكي. أبرز مستويات المقاومة عند 1.19 طبعا على الرسم البياني اليومي. موجة القوة للدولار ما زالت مستمرة لغاية الآن. أما عن الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي، طبعا نلاحظ استمرار لهذه السلبية أيضا، نتداول عند 1.34 تقريبا. أبرز مستويات الدعم عند 1.33، والجدير بالذكر بأنه ننتظر يوم غد حديث لمارك كارني محافظ المركزي البريطاني، وأي تعليقات حول سوق العمل أو النمو أو التضخم سيكون من شأنه أعطاء أي معلومات عن فيما إذا كان هناك رفع فائدة قريب أو لا. رفع الفائدة طبعا سيكون إيجابي بشكل كبير للجنيه الاسترليني بعد هذه التراجعات الكبيرة التي بدأت من شهر مارس تقريبا ولغاية الآن. أما عن الدولار مقابل الين الياباني، بحكم صعود الدولار وارتفاعه تستمر هذه الموجة الكبيرة من منتصف مارس ولغاية الآن، نتداول حاليا عند 111.34 ين للدولار الواحد. أما عن الذهب فكما تحدثنا، الذهب كان من أكثر المتضررين من الأخبار التي صدرت من الولايات المتحدة بعد الاتفاق أو تعليق الحرب الأمريكية الصينية التجارية، وكسرنا المستويات المهمة جدا فنيا عند 1300، كان مستوى دعم هام جدا كما ذكرنا في تقارير سابقة. فكسر هذا المستوى أودانا الآن إلى مستويات 1282 دولار للأونصة، ونراقب عن كثب فيما إذا كان ما زال السلبية ستستمر أو لا. أما عن الأسهم الأمريكية، وطبعا نبدأها بالداو جونز، الداو جونز أداء عرضي إلى غاية الآن. طبعا بعض السلبية التي كانت في الأيام الماضية من المناوشات، ولكن الآن بعد يعني هدوء التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، نجد الآن العقود المستقبلية مقتربة جدا من 25,000 نقطة للداو جونز. أما عن أسواق الطاقة ونبدأ بالنفط خام برنت، طبعا جدير بالذكر في الأسبوع الماضي تداول خام برنت فوق 80 دولار للبرميل الواحد، وهذا أسعار لم نشهدها منذ سنوات عديدة. عاد بعض الشيء ارتداد ولكن بسيط جدا، نتداول حاليا عند مستويات 79 دولار للبرميل الواحد. أما عن خام نايمكس أو الخام الأمريكي، يتداول أيضا عند مستويات 71 دولار ونصف تقريبا. أبرز مستويات الدعم هي عند 71.5 إلى 71 تقريبا، وهذا كان كل شيء بالنسبة لي اليوم. وشكرا جزيلا لمتابعتكم، وانتظرونا في تقارير أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.